يكون الفيل لا ترى، فحاسة شم الفيل حساسة جدا، أما أسنانه الأمامية فتسمى بالنابين، ولهذا السبب يتعرض للصيد طمعا في أنيابه العاجية. الفيل من أضخم الحيوانات الثديية على الأرض، ويستخدم خرطومه للشم وللقتال ولإطلاق أصوات عالية تعبيرا عن غضبه. يستخدم الفيل خرطومه أيضا للأكل، وهو يتناول ما بين 100 و200 كيلو جرام من الطعام يوميا، وهي كمية كافية لإطعام 200 إنسان. تعيش الفيلة في مجموعات عائلية، وهناك بعض الروايات عن أناس قتلتهم الفيلة، لكن هذه الحيوانات ودودة، وعندما تلد أنثى الفيل تقوم إحدى الإناث الأخرى بمساعدتها، وتساعد الفيلة بعضها البعض أيضا في فترات المرض أو الاحتضار، وإذا صادفت الفيلة جثة فيل فإنها تغطيها بفروع الأشجار. سبحان الله الخالق. الفيل سريع الجري أيضا، وتصل سرعته إلى 40 كيلو مترا في الساعة، لكنه ليس الحيوان السري. للحيوان السري أنف طويل أيضا، لكنه ليس بطول خرطوم الفيل.